صلى الله عليه وسلم. زي ما باين من عنوان الفيديو ده عبارة عن دردشة علشان نعالج مجموعة من الصور، نصحح بعض المفاهيم اللي هي بتهدم البني آدم في مرحلة التعليم، خصوصا المرحلة الجامعية وأما قبل الجامعية على طول، ومرحلة اللي هو التخرج اللي هي الفترة الأولانية. في مجموعة من الظواهر والآفات والعادات السيئة والصفات يعني السيئة اللي هي أصلا بتهدم المجموعات وبتهدم البني آدم، بتخلي البني آدم يهدم نفسه بنفسه، البني آدم تضحية الأفكار. فإحنا الهدف من الفيديو ده إن إحنا ندردش مع بعض، نحط الحاجة في مكانها الصح، نعرف إيه الحاجة اللي فعلا نشيلها منها، وإيه الحاجة اللي هي مش مستاهلة، وإيه الحاجة اللي إحنا كنا مديينها أكبر من حجمها، وإيه الحاجة اللي إحنا في غنى عنها في العموم. يعني هحاول الموضوع يبقى منظم شوية، يعني أنا حاطط مجموعة من الأفكار ونقط علشان إيه نبقى عارفين بس إحنا ماشيين إزاي، ونعرف نطلع بنقط معينة نقدر نطبقها ونقدر نستفيد منها. هحاول برضو ان هي تبقى مرتبه علشان تكون ماشيه بسيكونس كده. بس افضل حاجه انا عايز ابدا بيها قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. احنا كل بنعمل كل ده ليه؟ نعمله لله. احنا جايين الدنيا علشان نعمر الارض، علشان نعبد ربنا. فالموضوع مش بسيط، لان احنا فعلا لو فهمنا الجمله ديت صح تلاقي ذهنك اوريدي بيفلتر كل الامور اللي حواليه. مش هتلاقي مثلا واحد زعلان عن ان مثلا ايه هو الكليه بتاعته وهو حاسس ان هي اقل من كليه فلان، او ان مكانه الاجتماعي هو مصنف نفسه ان هو اقل من فلان. كل الكلام دوت يعني هل كل الكلام ده ملهوش يعني اعتبار بالشكل اللي الناس بتفكر فيه؟ ليه؟ لان هي في الاخر ادوار. يعني انا ما تعجبنيش لهجه ان انا بشوفها على الفيس وعلى السوشيال ميديا للناس مثلا بتتكلم بعض الكليات كان في كليات اعلى من كليات والكلام ده. انت بالنسبه للكليات هي كلها ادوار، احنا كلنا هنا في كل واحد ليه دور. فاحنا متساويين في الحته دي. فانت خلاص انت ربنا استخلفك في دور معين تبذل بقى جهدك فيه. حتى لو انت مثلا في المكان اللي انت فيه ده انت حسيت ان انت مش قادر تأدي فيه وقررت تتحول على حاجه ثانيه، تمام، ده اوبشن متاح ليك. انما ما تصنفش نفسك ان انت اعلى من حد او انت اقل من حد بناء على الحته ديت بس. في الاول وفي الاخر احنا التفضيل ما بيننا وما بين بعض هو بالتقوى مش بدورك الاجتماعي اللي انت بتعمله. فانت شيل بقى من بالك خالص، خلاص ايه موضوع الكليات، احنا عايزين بقى نتخطى الحته دي. انت ذاكرت واجتهدت في الثانويه العامه وعملت اللي عليك وربنا كرمك بحاجه، تمام؟ هتشوف بقى الحاجه ديت تبدا بقى تتعامل معاها. تديش الموضوع اكبر من حجمه ان مثلا ده فلان اعلى مني علشان الكليه ديت مجموعها مش عارف ايه والكلام اللي احنا بنشوفه ده. يبقى احنا ايه؟ حط عنوان كبير كده، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تمام؟ يبقى دي اول نقطه. النقطة الثانية اللي أنا هكمل بيها على النقطة الأولى، إن المشكلة إن الناس بتحصر النجاحات في أشكال معينة ومحددة، النجاح ما بيفرقش منها أبدًا. ما بقولش إن الأشكال ديت ما تعتبرش نجاح، ماشي هي ممكن تكون شكل من أشكال النجاح، وإن كان في بعض منها مزيف، بس أرجوك ما تحصرش النجاح إن هو ده الكام حاجة دول وبس. يعني مثلًا في ناس بتحصر إن السفر خارج مصر هو نجاح وخلاص، مفيش حاجة تانية نجاح غيره. مع إن السفر بره مصر يعني هو علشان يبقى نجاح ما هو ليه ضوابط علشان أنت تصنفه إن هو نجاح. يعني أنت مثلا إيه واحد سافر مثلا بره مصر، ما ممكن واحد يسافر والدنيا ما تبقاش تمام ويرجع بخسائر مادية ونفسية أكبر من اللي هو كان فيها وهو أصلا في مصر. فأنت ما تقدرش تصنف ده كده. وبرضه في نفس الوقت انا ما بقولش ان اللي سافر بره مصر ده هو ما نجحش، لا هو نجح، نجح في امر ما، بس برضه ما بقولكش ان انت تحصر النجاح في الحته ديت بس. في ناس مثلا بتحصر النجاح ان واحد قرا مثلا 100 كتاب 1000 كتاب ده كده شخص ناجح، واحد تاني شخص ناجح ان هو سمعته بين الناس ان هو واحد ذو علم وكذا وكذا. ما تحصرش النجاح بالمنطلق ده، تخلي دماغك ضيقه، لا خلي دماغك اوسع من كده.
تخليش النجاح هو الشكل ده فقط، او ان هو الشكل بتاع صاحبك ده فقط، او ان رقم معين هو اللي بتقبضه. لا، انت بتحط تارجت باللي يناسبك، انت بتحط صوره لنفسك انت بتحب توصل لها، صوره كده كاستمايزد او مهيئه عليك وعلى حالتك، ان انت مثلا عايز تعيش المعيشه الفلانيه. اه طب انا علشان اعيش المعيشه دي محتاج اسافر مثلا بره مصر، فهاخد التراك ده. لا، لقيت ان المعيشه بتاعتك ديت علشان تتحقق، لا السفر هيعيقها، انا محتاج مثلا اعمل بيزنس هنا في مصر، فانت تبدا تمشي في التراك ده. لا، انا مثلا التارجت ده علشان اوصله محتاج اتعلم اكتر في مش عارف ايه، محتاج اخد السكه الاكاديميه، محتاج اخد السكه العمليه، محتاج اشتغل في المكان الفلاني شويه. يبقى انت شيل بقى من دماغك الناس ومن صور النجاح اللي انت بتحاول تقلدها. لو سمحت ما تقلدش حد، انت بتشوف ايه احتياجاتك وبتبدا تسعى ليها باللي يناسبك وبالامكانيات المتاحه بتاعتك. يبقى دي تاني نقطة، ان انت ما تحصرش النجاح في حاجات معينة، ما تحصرش النجاح في بوست على الفيس انت قريته وتقول انا عايز ابقى زي فلان الفلاني، ده غلط وده مضر ليك، لان الامكانيات اللي معاك غير الامكانيات اللي معاك، وظروفه غير ظروفك، والكواليس اللي حصلت عنده انت نفسك ما تعرفهاش. تمام؟ بالنسبة بقى للنقطة ديت انا هروح لاخر نقطة انا كنت عايز اتكلم فيها، بس احنا ايه بما اننا اتكلمنا عن النجاحات والبوستات ومش عارف ايه، في آية جميلة في سورة الزمر، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. دكتور أحمد عبد المنعم كان بيتكلم عن الآية ديت وقال لك إن المفسرين الآية أصلا بشكل أصلي بتتكلم عن قضية التوحيد، إن الشخص اللي هو الموحد غير الشخص اللي بيعبد كذا اله، وفي تشاكس بيحصل جواه، وفي تضاد بيحصل جواه، وفي منازعات تبقى من جواه بتوصله لعدم سواء النفس. بس قال لك احنا ممكن نحيل من الايه دي علينا احنا كناس مؤمنين. ازاي الكلام ده؟ ان الواحد او الانسان يبقى اسير لانانيه، عايز الحلو من عند ده، وعايز الحلو من عند ده، وعايز الحلو من عند ده، واحد مثلا متميز في مجال البرمجه، واحد تاني متميز في مجال الطب، واحد في المجال الفني، واحد في المجال الدعوي، انا عايز كل دول وعايز ابقى 100% في كل مجال، مع ان انت لو فكرت بالمنطق مفيش بني ادم في العالم بيجتمع فيه كل الاماني دي، فانت على ايه بتعذب نفسك؟ على ايه انت اسير لانانيك واهوائك بالشكل ده؟ لا، لازم انت لما تحط اهداف ليك واحلام تبقى في المعقول، ما تبصش وما تلمعش الموضوع عن فلان ده انا عايز من ده وعايز من ده وعايز من ده، تبقى انت ماشي عايز كل حاجه، عايز كل حاجه ومن غير ايجابيه، فانت بتحطم نفسك بنفسك. تمام؟ يبقى دي اللي هي النقطه الثالثه اللي هي نقطه التشاكس، زي ما احنا قلنا النقطه قلنا صلاتي ونسكي. ثاني نقطه اللي هي ما تحصرش النجاحات في اشكال معينه. ثالث نقطة وهي التشاكس. طيب رابع نقطة بقى عايز اتكلم فيها برضه، وهي نقطة مهمة جدا، ان انت كون انطباعاتك بنفسك. انا يعني بستغرب والله، انا بيجيني ناس، انا معيد في الجامعة يعني، في اللي هي العملية بتاعت التدريس، فبشوف يعني عينات كتير من الطلبة، بيجيني طلبة كتير هو لسه داخل الجامعة وبيكلمني عن حاجات انا سمعتها قبل كده من الناس اللي اكبر منه، هو بالظبط بيردد لي انطباعات الناس اللي فيه وخلاص، هو مسلم بيها وايه وخلاص، هو باعتبارها ان هي حقائق. لا، انت كون انطباعاتك بنفسك، جايز هو انطباعه غلط، ما تخليش هو اللي بيشدك وهو اللي بيفرض عليك الطريق بتاعه، لا. وده برضه لا يتعارض مع مفهوم ان انت تجمع معلومات علشان تختار المكان والاختيار الصح، بس انت بتجمع المعلومات بحذر، انما ما تحطهوش انطباع. ما تقولش مثلا ان المكان الفلاني ده وحش علشان كذا كذا كذا، وانت خلاص شربت نفس الانطباع. لا، توزن الموضوع بميزان العقل. المكان ده وحش، وحش ليه؟ علشان 1 2 3. الشخص ده وحش، وحش ليه؟ علشان 1 2 3. وتشوف وتجرب بعينك. فانت انطباعاتك لازم تكونها بنفسك. وبرضه ده ياخدنا النقطة، هي النقطة سبيسيفيك شوية يعني، بس ايه المشكلة دي بتتكرر كتير، ان برضه الناس بتجيلي تقول لي طيب احنا المشكلة هنا في الجامعة عندنا الامكانيات ضعيفة والمعامل مش عارف ايه، وناس بره عندهم معامل وناس ايه الكلام ده. طيب ماشي، انا معاك ان هي مشكلة وان هي نقطة مفارقة ما بين مكان
والتاني. يعني انت مثلا مكان فيه معامل كتير اه ده مكان متميز، ومكان تاني فيه معامل قليله ده مكان اقل منه في الرانك. بس خلينا برضو تحط الموضوع في النصاب بتاعه الصح، لان تكمله الجمله اللي الناس بتقولها لي ايه؟ اه طب انا كده مش هبقى فاهم عمل، انا هطلع هبقى في سوق العمل بطيخه ومش عارف حاجه وده هيبقى احسن مني. لا لا، الكلام ده مش صح. ليه الكلام ده مش صح؟ لان المعامل او مصطلح كلمه عملي اللي احنا بنشوفها في الدراسه الاكاديميه او الدراسه الجامعيه، ده من واقع خبرتي ومن واقع اللي انا بجربه وبعيشه، ده بيبقى ايه؟ بنسميه ديمونستريشن. ديمونستريشن يعني ايه؟ يعني طبق الاحتماليات، يعني حاجه انا بوضحها، يعني انا بشرح لك ظاهره فيزيائيه معينه ايا كان التخصص بتاعك وبوريها لك بشكل عملي، انما مش ده العمل اللي انت تشتغل بيه، ومفيش كليه تقدر توفر لك العمل اللي انت تقدر تشتغل بيه بعد بره الجامعه. لان انت مثلا انت دلوقتي هتشتغل في مصنع، انا في الكليه مش هديك مصنع، مش هديك معده بملايين تقعد تشتغل عليها عشان تتدرب، مش هو ده اصلا دور الكليه، تمام؟ يبقى انت حته العملي او المفارقه ان مثلا كتر المعامل بيعني التميز في المجال العملي ومجال الشغل وكده، لا ديت حاجه وديت حاجه. المعامل ديت علشان تفهم الظاهره فيزيائيا بشكل صحيح، وعلشان تبقى وسيله ان انت تقدر ايه توضح الكلام ده. شغل العملي بقى حاجه ثانيه، ده بيعتمد على مجهود، على تدريباتك في الصيف، على ان انت مثلا بتقدم في شركه وجربت ده وجربت ده وجربت ده، يبقى ديت حاجه تعتمد 100% عليك وعلى مجهودك. برضو نفس الكلام انا عايز اوجهه برضو للزملاء، سواء للزملاء الاكبر مني او للزملاء اللي هم من سني اصغر مني اللي هم في مجال التدريس. برضو بيحصل مصطلح خاطئ ان انت الشخص الاكاديمي ده علشان يبقى اكاديمي وعملي لازم يبقى بيعرف يفتح المعمل ويعمل التجربه وكده. فبرضه ده المصطلح ده مش دقيق. انت لما بتعمل كده انت خلاص بقى عندك مهارات زياده في التوضيح وفي الشرح وخلافه. انما ده مش معناه ان انت بتعرف تشتغل عملي. يعني ايه بتعرف تشتغل عملي؟ يعني بتعرف تنزل سوق العمل. يبقى انت لازم عضو هيئه التدريس يبقى ليه جد في سوق العمل علشان يرشد الطالب، يقول له انت هتشتغل في كذا كذا كذا، وضع السوق بتاعك كذا كذا كذا، يحطه في الايه؟ في الصوره وفي التراك، ما يبقاش العضو الاكاديمي بيتكلم في وادي والسوق واتجاه العمل بيتكلم في وادي ثاني، ما ينفعش. فانت لازم ايه؟ الحاجه نحطها بالتعريف المظبوط بتاعها. دي رابع نقطه. خامس نقطه، براكتس ميكس بيرفكت. حاجه بتبقى بتتعلم تعملها صح مش من اول مره، لازم بتجرب مره واثنين وثلاثه. يعني مثلا واحد انت خلاص دخلت مجال التدريس، انت شغلك خلاص بقى في مجال التدريس، اول مره غير ثاني مره غير ثالث مره وهكذا. واحد دخل في مجال التربيه، واحد دخل في مجال التدريس، فانت ما تبنيش برضه الحكم بتاعك على اول تجربه، ما تقولش لا انا جربت نفسي هنا بس مش حاسس نفسي. او انت مثلا خلاص انت عايز من اول تجربه تبقى 100% تبقى بيرفكت زي واحد بقاله 10 سنين بيعمل نفس المهنه بتاعتك، لا. فانت ما تبقاش متسربع على النتيجه، تقل وانت كده لنفسك فرصه علشان تحكم على نفسك صح وتقيمها صح، تبقى عارف ان المره الاولانيه غير المره الثانيه غير المره الثالثه، وده بيحصل بشكل لا ارادي، تلاقي نفسك بتتجنب الاخطاء اللي هي في المره الاولانيه، والمره الثالثه بتبقى احسن من المرتين الاولانيين وهكذا. ودي طبيعه وغريزه فينا احنا كبشر. انت ايه؟ ديت النقطه رقم اربعه. النقطة رقم خمسة، دي بقى نقطة مهمة جدا جدا جدا، علاقتك بأصحابك وبالناس. طيب أنا بلاحظ كده في عينة من الناس وأنتوا ديت هتقابلوها، وحذاري إن أنت تكون من العينة ديت. يعني مثلا بيقابلني ناس، حد مثلا مقدم على تدريب كده إيه في السكرتة في مثلا في مكان معين، مش قايل لحد. طب انت رايح لوحدك ليه؟ انت ما قلتش للناس ليه؟ في فرصه مثلا ان حد يعني يكون معاك والظروف يعني ما حكتش كده. ليه انت بتسعى لوحدك في الدرة ومش شاغل بالك باصحابك؟ ليه انت ما بتشاركش اصحابك حاجه انت توصلت ليها؟ ليه انت رايح بتكلم الدكتور مثلا علشان منفعه شخصيه ليك بغض النظر عن باقي الناس؟ ليه؟ ليه الكلام ده؟ ليه انت تكون الشخص ده؟ فده دي خصله وحشه جدا. الخصله الثانيه ان في ناس برضو بتكون يعني بص الاول مقشرين كده وبتاع،
وهي المذاكره وهي الدنيا والناس دي بتجيبني لورا والناس دي مش عارف ايه والناس دي مش عارفه مصلحتها، ويبدا يتكلم عن الناس بشيء من التكبر. ليه؟ علشان المذاكره. ايه المذاكره يعني؟ تخليش المذاكره تحسسك ان انت في مكان اعلى من باقي الناس، لا، في معايير تانيه هي ديت اللي تفلتر بيها اصحابك وتفلتر بيها الناس اللي حواليك وتحكم فعلا ان الناس دي بتجيبك لورا. ايه هي المعايير دي؟ هي علاقتك بربنا. تلاقي مثلا الناس دي مش بتشدك للطاعه مثلا، او مثلا بتشدك للمعصيه وكده، انت محتاج تغير الناس دي. لا، ما تقولش مثلا الناس دي ما بتذاكرش وانا بذاكر، لا، انا هقطع علاقتي بالناس دي، انا هعيش الاربع سنين بتوع الجامعه لوحدي علشان انا مفيش حد بيذاكر زيي والناس دي هتجيبني ورا ومش عارف ايه وبتاع. ممكن انتوا تستغربوا الكلام ده وانا بقوله بالشكل الحرفي، بس هو بيحصل. هو بيحصل للناس ما بتبقاش واخده بالها وبيبقوا فاكرين ان انا كده ده الطريقه المناسبه اللي انا بحافظ بيها على مصلحتي واللي انا بتعامل بيها صح مع المرحله الجامعيه. لا، ده غلط. لان انت اللي هيتبقى لك هي علاقتك بالناس، اللي هيتبقى لك في الشغل هي السيره الطيبه وعلاقتك مع زمايلك في الشغل. فانت حط اولوياتك صح. علاقتك بالناس، احنا اصلا كائنات اجتماعيه، مفيش حد هيعرف يعيش باقي فتره حياته لوحده. ما تعملش قوقعه لنفسك وهي قوقعه ملهاش اي 30 لازمه وقوقعه مغلوطه. تمام؟ يبقى علشان ما تطولش في النقطه ديت، انتوا ايه؟ فهمتوا القصد فيها. طيب، في نقطة بقى كمان بعد كده، احنا انا نسيت احنا في النقطة رقم كام، بس يعني ما علينا، ان الحلول بتاتي اثناء الطريق. ديت نقطة أثرت فيا جدا وعشتها بكل تفاصيلها، عشتها في مشروع التخرج بتاعي، عشتها في رحلة الماجستير اللي هي ما زالت مستمرة. إن أنت في بداية الطريق وهتعيشها، اللي مثلا مقبل على جواز أو كده هيعيشها، واللي داخل على شغل وهو لسه مش عارف 100% من متطلبات الشغل هيعيشها. أي واحد دخل على مرحلة جديدة بيعيش المرحلة دي. ليه؟ لأن أنت مفيش حد بيخش بحاجة بيبقى عارف 100% من الخطوات بتاعتها، على الأقل بيبقى عارف خطوتين ثلاثة ومش عارف أنا بعد كده هعمل إيه. بس أنت لما تاخد الخطوتين ثلاثة هتلاقي الدنيا هتتفتح، لما تدور في الخطوتين ثلاثة تلاقي حلول أنت ما كنتش متوقع إن هي تظهر. وفي النقطة دي بيحضرني آية جميلة جدا 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 وأنا بحبها بشكل يوسف وبحب أقعد أرددها باستمرار. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ايه جميله جدا، لان سبلنا دي كلمه عظيمه جدا وتشمل حاجات كتير وتشمل اصلا كل حاجه. سبلنا دي ممكن تبقى قدرات زياده عنك، ممكن تبقى ذكاء، ممكن تبقى قدره تحمل، ممكن تبقى امكانيات ماديه، ممكن تبقى كذا كذا كذا. سبلنا دي تشمل كل حاجه، انت مش هتبقى عارف هي هيكون شكلها عامل ازاي، بس انت احتسب النيه عند ربنا ان انت تجاهد ابتغاء مرضاته عز وجل. لنهدينهم سبلنا، تمام؟ فانت تحتسب عند ربنا باذن الله، تتوكل على ربنا، ربنا هيديك. تمام؟ يبقى ايه؟ الحلول تاتي اثناء طريق. النقطه اللي بعد كده، خليك شجاع ومرن. انت دلوقتي وظيفتك في المرحله التعليميه ديت احنا بنلخصها في سطر كده، اعرف حاجه عن كل حاجه واعرف كل حاجه عن حاجه. خلينا ناخد اللي هو النص الاولاني من الجمله اللي هو اعرف حاجه عن كل حاجه. انت وظيفتك في المرحله التعليميه ديت واول كام سنه بقى ان انت تجرب، تعرف حاجه عن ده، تعرف حاجه عن ده، تعرف حاجه عن ده. فانت طبيعي في الفتره دي ان انت تبقى مشتت، وطبيعي ان انت تبقى مش عارف انت عايز ايه، فهتتعامل مع الموضوع ده عادي، تتعامل معاه يعني بشكل روتيني. هو ده متطلبات المرحله، وانت ده من واجباتك ان انت تبقى عارف حته من دي وحته من دي وحته من دي. بعد ما خلصت استقرت تعرف بقى كل حاجه عن حاجه، تمسك طريق وتكمل فيه، وفي نفس الوقت وانت في الطريق وتكمل فيه برضه انت بتحاول تعرف حاجه عن كل حاجه من ايه العناصر الجانبيه اللي حواليك، علشان ما يبقاش دماغك مقفوله ومش ماشيه غير في طريق واحد بس، لا، يبقى عندك معرفه من هنا ومعرفه من هنا ومعرفه من هنا. يبقى حاله التشتت اللي الناس كل شويه بتكلمني فيها، انا متشتت، انا في المرحله في الثانوي متشتت، انا في الجامعه متشتت، انا بعد التخرج متشتت، ماشي، ده طبيعي. ادي لنفسك فرصه، اعرف عن ده واعرف عن ده واعرف عن ده، ولو عندك امكانيه تجرب ده شويه جرب، وده شويه جرب، وده شويه جرب، ادي لنفسك فرصه وخليك ايه تحلى ايه التأني. طيب، النقطه دي برضو تخلينا نتكلم في نقطه هي تكنيكال كده شويه، ان انت ازاي تساعد نفسك، ازاي تدور. يعني انا بستغرب ان يعني في ناس كتير تعرفش ان انت ممكن
في كورسز بكل الماتيريالز ومعلومات عن كل حاجه موجوده على النت، بس انت تدور صح. تدور صح ازاي؟ عندك ريسورسز تدور فيه، عندك بنك المعرفه المصري، ده كنز كنز جدا. ليه كنز؟ لان انت اصلا بنك المعرفه المصري ده انت لما بتعمل اكونت عادي عليه بالرقم القومي بتاعي بيديك اكسس على كل المجلات وكل المنصات او معظمها اللي هي بفلوس، فانت عندك بوابه ضخمه جدا عن كل العلوم واحدث العلوم في كل المجالات، طبيه بقى، فيزيائيه، هندسيه، تربويه، دينيه، كل الكلام ده. هي الحاجه عندك بقى منصات تانية، دي منصات للكورسات، الكورسات بتاعتها بتبقى متاحه اغلبها بشكل مجاني في كل المجاني في كل المجالات اللي انت تتخيلها، زي كورسيرا، زي يوديمي، زي ليبتل. ليبتل دي منصه او جامعه هنديه على اليوتيوب فيها كل المجالات وكل المواد اللي انت تخيلها. انت بس تكتب اسم الماده بتاعتك بس بالمنطوق الصحيح بتاعها، تكتب بالمال تلاقي كورس مفصل جدا بكل ايه الماتيريالز والمعلومات اللي انت محتاجها. فانت ادي نفسك فرصه ودور وساعد نفسك بنفسك. طيب في بقى نقطه برضو، والله هي يعني كلها نقط مهمه يعني، بس انا بعتذر لو انا مطول عليكم. شهوه مساعده الناس، انتوا تستغربوا العباره بس يعني والله هي العباره هي فعلا كده، لان انت مفيش مبرر فين اللي بيحصل. طب هو اللي بيحصل ايه؟ ده انا شفته بشكل شخصي يعني. بيحصل مثلا الناس، واحد بيخش هو لسه ما عندهوش الملكه العلميه وما عندهوش الادوات اللي هو يساعد بيها الناس، ومع ذلك عايز يا جماعه اعمل ملخصات، عايز اشرح للناس مواد. طب ماشي يا ابني، طب انت ذاكر المواد دي الاول، انفع نفسك. طب الاول تلاقيه في الاخر هو شايل المواد دي. طيب انت منين بتساعد الناس ومنين انت مش عارف تساعد نفسك؟ طب ايه الدافع انت بتساعد الناس ليه؟ شهوه. شهوه ان انا عايز اكون الشخص المعالج او الشخص المساعد او كذا او كذا. مش مجاهده للنفس ابدا، مش كده، لا. ده لدرجه ان كان في بعض الناس، وانا شفت ده بعيني، ان هم مثلا يقوم رايح لفلان اللي معاه المعلومه ياخد منه كلمه ويقوم رايح قايلها للناس. هو الموضوع في ظاهره كويس، بس انت ما يتحولش من هو كونه حاجه جميله وخلق حسن لشهوه ان انا عايز ابقى الهيئه دي، عايز ابقى الشخص ده، لا. ركز انت على نفسك الاول وقومها صح، وخليك شخص جدير بانه يساعد الناس، وبعد كده تتحول على مساعده الناس. واللي بيساعد الناس ده على فكره ما بيهمهوش هو بيساعد اثنين ولا 10، ما بيهمهوش ان هو يظهر، ده لو هو بيساعد الناس بجد، ما بيهمهوش ان هو يبقى لامع او هي ده الايه الشخص او الحاجه المعروف عنه وسط الناس، لا. اللي بيساعد ده بيساعد عادي في الدنيا، بيساعد باثنين، بيساعد بثلاثه، ما بيهمهوش العدد اللي قدامه، ما بيهمهوش الحاجه اللي هو بيساعد بيها، لا، هو بيساعد وبيعمل الخير وخلاص، ابتغاء مرضات الله، تمام؟ يبقى ايه؟ خلي بالك واحذر كويس جدا من شهوه مساعده الناس. طيب طيب خلينا بقى ناخد الوجه الصالح بقى ايه من موضوع مساعده الناس ده. ايه هي؟ ان انت تعمل الحاجه الصح حتى لو انت مش حاسس ان ليها اصل. يعني ايه؟ يعني انت مثلا دلوقتي كنت بتمتحن، واكيد كلكم تعرضتوا لموقف زي ده، وكانت اللجنه وحشه. اللجنه وحشه والناس بتغش ومش عارف ايه، لا، قول انا مش هغش، انا مش هغش علشان ربنا، علشان اعمل حاجه صح، ماشي، بس المنظومه كلها فاسده، والدكتور كذا وال السكشن كذا واللجنه عامله كذا والمراقبين عاملين كذا، معلش. اعمل الحاجه الصح بس افصل ما بين المساوئ اللي حاصله هنا وما بين الغش. ده الغايه ديت لا تبرر الوسيله او الاسباب او الديفوهات او العواقب او المشاكل دي، ما تبررش الوسيله اللي هي الوسيله السيئه اللي هي الغش. افصل ده عن ده حتى لو هي ملهاش مردود، حتى لو انت مثلا حد لا يستحق وهيبقى فوق في الترتيب، معلش مش هو الترتيب مش كل حاجه، الترتيب اصلا مش مهم، تمام؟ فانت اعمل الحاجه الصح حتى لو ملهاش مردود، مثلا انت ظهرت ان ايه هيحصل مثلا حاجه هي فيها معصيه ربنا، وشايف انت ان الدفعه مجمعه عليك، قول لهم يا جماعه معلش انا مش مهم، ماشي انت مش مهم وانت رايك مهم؟ لا رايي مش مهم ولا حاجه، بس انا بعمل الواجب اللي عليا، انا بس بقول ان انا مش موافق وان انا معترض على الكلام ده، خلاص وتسكت، تمام؟ وتاخد بعضك وتمشي. ممكن يجي وراك واحد، ممكن يجي وراك اثنين، يجي وراك ثلاثه، ممكن ما يجيش وراك حد، بس انت عملت حاجه صح. برضه في الحته ديت
كان دكتور احمد عبد المنعم برضو بيتكلم في خطيره جميله في الايه اللي هي في سوره الجمعه، واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمه. ده يعني الايه بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس بيقول لك خليك انت الشخص اللي هو القائم، اللي هو ثابت على مبدأه، اللي هو لو حد قرر يبعد وقرر يرجع تاني يلاقيك انت القائم ده. ما هو لازم اللي يرجع ده يلاقي حد، يلاقي حد يشجعه، فانت خليك انت الحد ده. فانت يعني ابدا بنفسك في الحاجه واعمل الموضوع وارميه في البحر، خلاص انساه، شيله من بالك، انت بس بتعمل واجب عليك وخلاص بتشيله من بالك، تمام؟ وبرده في الجمله ديت اقول لك ايه؟ اقول لك الايه الجميله اللي هي من قصه سيدنا نوح، لا تبتئس. لا تبتئس، دي مواساه جميله جدا، اعمل الحاجه وما تزعلش. زعلش لو جالك رد فعل انت مش عاجبه، او جات لك مثلا نتيجه انت مش مبسوط بيها، او لقيت حد لا يستحق طلع في ايه، معلش انت بتعمل الحاجه وده جزء من مجاهدتك في سبيل الله عز وجل، تمام؟ هخش بقى على اخر نقطه على طول علشان الوقت يعني ما يطولش مننا اكتر من كده، وده حاجه برضو ايه انت كده بتعرض ايه، وهم الشهادات المعتمدة والكورسات. طبعا انتم ملاحظين دلوقتي مفيش اكتر من الكورسات، مفيش اكتر من الشهادات المعتمدة، شهادة انا راجل مش عارف ايه، من معهد ايه، من ايه، كل ايه الافلام دي. فبص خليني كده احطك قدام الامر الواقع، انت دلوقتي لما تخش انترفيو او تحط مجموعة من المهارات في السي في بتاعك، زمن ان انت بقى بتاخد بورتفوليو وفي شهادات وتقعد تقلبه قدام الاتش ار او قدام اللي بيمتحنك، ده مفيش الكلام ده. هو انت بتقول له انا عندي مهارات كذا، هو بيجربك، تمام معانا، مش تمام مع السلامه. مفيش حاجه اسمها ايه شهادات، لان انت شهاداتي يا عم انا ممكن اجيب شهاده من المكتبه واكتب عليها اي حاجه واختمها اي ختم واوقع عليها واقول لك انا عندي مهاره كذا. الشهاده دي انا هعمل ايه بواحد معاه 60 شهاده وهو ما بيعرفش في الحقيقه يعمل حاجه؟ فانت ما تتفاجئش بمكان يقول لك انا مثلا كورس مش عارف بكام علشان انا هديك شهاده معتمده، لا، لو انت عندك نفس الماتيريال دي موجوده على النت بنفس الكفاءه او كفاءه احسن، روح على النت واتعلم وخد وقتك ووفر مصاريفك، لان انت يعني ايه تبقاش ما تحطش احمال ماديه على اهلك بدون داعي او بدون مبرر، يبقى انت ما فيش حاجه اسمها شهادات معتمده وكورسات معتمده والكلام اللي هو الفاكسان ده. الشهادات المعتمده دي بتبقى في الامتحانات اللي هي الجلوبال، يعني حاجه مثلا زي البي ام بي اللي هو البروجكت مانجمنت، حاجه زي التويفل، حاجه زي الايلتس، حاجه متعارف عليها ان هي متطلب اساسي مثلا للسفر او لشركه مالتي ناشونال او كذا او كذا، تمام؟ يبقى ايه؟ سيبك من موضوع اللي هو ايه الشهادات المعتمده ده وفضي لي دماغك كده، عشان كل شويه الاقي حد باعت لي مركز مش عارف ايه ويقول لي الشهاده وبتاع، يا عم الكلام ده كله فاكسات، مش هو ده الحاجه اللي احنا بنقيم بيها لما حد يكون جاي مثلا شركه او جاي كذا او جاي كذا، تمام؟ يبقى ده كده ايه النقطه اللي احنا كنا عايزين نغطيها، هقولها برضه في عجاله علشان نعرف احنا طلعنا بايه. فاول حاجه كلنا صلاتي ونسكي، ثاني حاجه اللي هو فكره التشاكس في الاماني، ثالث حاجه ما تحصرش النجاح والانجازات في امور محدده، كون انطباع بنفسك، دي نقطه رقم 4، رقم 5 براكتس ميكس بيرفكت، رقم 6 علاقتك باصحابك والناس، رقم 7 حلول بتاتي اثناء الطريق، رقم 8 خليك شجاع ومرن تقدر تناور ما بين المجالات عادي، ما تخافش ان انت في وقت تتنازل عن حاجه انت كنت اخذت فيها خطوتين ثلاثه علشان انت حسيت ان هي مش مناسبه، لا، خد خطوه لورا عادي وجرب حاجه جديده. اعرف حاجه عن كل حاجه، واعرف كل حاجه عن حاجه، واعمل الحاجه الصح وانكر الحاجه الغلط ولا تبتئس. في بعد كده احذر من شبه مساعده الناس ووهم الشهادات المعتمده والكورسات، تمام؟ اتمنى تكونوا استفدتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، شكرا لك، السلام عليكم.